دكتور حازم، حاول تعرف نفسك طبعا في البدايه. دكتور حازم تركي، طبيب اسنان واخصائي زراعه الاسنان وعلاج اللثه. بس انا سامع انك عامل اختراع غريب في السنان، فيعني انا عايز افهم ايه الموضوع، وانت واضح ان في طفره هتحصل معينه، اشرح لي الحكايه. هو مش اختراع قوي، هو طريقه علاج يعني مختلفه شويه باستخدام التقنيه الرقميه اللي احنا وصلنا لها فيها في 2021، اللي كل حاجه بقت شبه رقميه. فاستخدمت يعني اساليب العلاج الاساسيه او العلم الاساسي، او زي ما بيقولوا الطرق الابحاث الجديده. استخدمت الطرق دي مع الطرق التقنيه الرقميه ودمجت الحاجتين مع بعض، وان شاء الله ده هيتعرض في مؤتمر كبير من اكبر مؤتمرات زراعه الاسنان في امريكا قريبا ان شاء الله، يعني في خلال كام شهر ان شاء الله. انا طبعا ما فهمتش اي حاجه، فانا محتاج افهم يعني ايه رقمي في زراعه الاسنان. يعني هو بنستخدم زي ما بنقول الديجيتال تكنولوجي او التكنولوجيا الرقميه، في ان احنا بنزرع او بنركب على الزرعات باستخدام زي ما نقول السكانرز او الانترورال سكانرز، او اللي هي الكاميرات اللي بنصور بيها داخل الفم. ودي بتغنينا ان احنا ناخد مقاسات، وبتبقى دقيقه بطريقه يعني غير مسبوقه عن السنين اللي فاتوا يعني. فبتدينا فرصه ان احنا او الاتاحه ان احنا نسرع العلاج شويه للمريض بدقه اكتر، وزي ما بنقول بعنايه اكتر على المريض. فبالتالي كل ده بيقع في مصلحه المريض نفسه. ده ما بيحصلش في مصر عموما يعني، حضرتك نقدر نقول اول حد هتطبق الموضوع. هو ده اول حد في العالم كله، لان هي الطريقه دي لسه يعني البحث لسه ما اتنشرش، فهي طريقه علاج حديثه جدا. واول مره هتكلم عن طريقه العلاج دي ان شاء الله تبقى في امريكا يعني في شهر 2 ان شاء الله. من المعروف عن موضوع الاسنان انه دايما مكلف بشكل كبير جدا، هل الابتكار اللي حضرتك بتقول عليه ده ممكن يوفر جزء من النفقات، ولا الموضوع هيبقى هو هوايه؟ بص، هو التكلفة نسبية لكل حالة، لكن هو بالفعل هيقدر يوفر شوية أو يقلل في التكلفة اللي احنا بنقع فيها أو بنضطر نستخدمها عشان نطلع علاج ممتاز للمريض. دايما طبيب الأسنان الواجب عليه انه يستخدم أحسن طريقة علاج وأحدث طريقة علاج بأحسن الخامات بغض النظر عن التكلفة، ولكن العلاج ده فعلا أو طريقة العلاج دي هتوفر وقت وهتوفر زيارات وهتوفر خامات، فبالتالي نقدر زي ما تقول التكلفة تقل نسبيا. كل نجوم الفن مقوسين بالهوليود سمايل، فده برضو في شغلك. ومين فنانين اشتغلت معهم؟ والله هو انا يعني محبش اقول اسامي كتير قوي، بس يعني اشتغلت مع فنانين كتير، وللأسف اكتر مع او مش للأسف اطلق عليا ان انا يعني رويالتي دنتست او طبيب السفرة والرؤساء، فيعني حاجة زي كده ممكن تبقى سلاح ذو حدين لكمهنتي. بس الواحد بيبقى تحت مسؤولية أو بيحس بمسؤولية كبيرة قوي لما يعني حد الناس تثق فيه، فيعني الحمد لله يعني على مين رؤيسة متاح يتقال إن احنا شغالين معاه؟ لا دي يعني صعب إن أنا متاح خالص. طب رؤيسة عرب ولا نقدر نقول بره كمان؟ يعني هو يعني حاجة زي كده بتبقى شوية فيها شوية طبعا. فنانين برضو، طب متاح نقول فنانين عادي ان هم نفسهم بيقولوا يعني؟ والله هي دي حاجة بتبقى، لان بيبقى في فنانين ما بيرضوش ان هم يتكلموا عن الموضوع ده، دي تبقى حاجة سرية تماما يعني، وحق كل مريض. استحالة ان انا انشر او اعلن عن اي اسرار المريض، دي حاجة خاصة بالمريض والطبيب الاسنان المعالج يعني. فالمهنتنا حاجة لازم التزم بيها. شكرا جدا يا دكتور، وان شاء الله دايما في تقدم. ان شاء الله. شكرا.